with my right hand. Don't sit down now. Run, run, run.
مش انزين، خلينا نتكلم بالعربي الحين. طبعا كتجربتي اول شيء معكم عبد الله خلاص، كتجربه لي في الطيران بالباراشوت يعني جدا ممتع. في البدايه كان في ما اقول نوع من التخوف، تخوف كبير كبير جدا، بس حتى بداية الطيران بيطلع عندك تخوف، لكن لمدة لا تقل عن دقيقة لما تشوف ان الاوضاع مستقرة والطيار اللي معاك محترف، عارف يتحكم بالوضع، عارف يسيطر على الجو، عارف يعني عنده خبرة، خلاص تبدأ مرضك تبدأ تطمن، ما في شيء تخاف. بس أهم شيء لا تطالع تحت، طالع تحت ممكن هنا يجيك الخوف شوية. تجربة تستحق صراحة، تستحق المحاولة.